السلام عليكم. سنبدأ إن شاء الله بعد قليل اللقاء الثالث إن شاء الله. السلام عليكم. الصوت واضح يا شباب؟ تمام. يعني دقيقة كده دقيقتين إن شاء الله ونبدأ على بس الناس تدخل معانا اللقاء. السلام عليكم. نبدأ إن شاء الله النهاردة اللقاء بتاعنا اللقاء الثالث في المقرر بتاعنا اللي هو مبادئ التسويق، وبنتكلم فيه إن شاء الله نحاول بإذن الله نكمل الشابتر بتاعنا، الشابتر الأول أو الفصل الأول. إحنا كان آخر حاجة اتكلمنا فيها وقلناها بسرعة كده وحاسس إن أنا كروت فيها يعني، فأرجع تاني أراجع عليها بسرعة، اللي هي المنافع الثلاثة التي يحققها مفهوم التسويق أو النشاط التسويقي. الدور اللي بيقوم بالتسويق لخدمة المستهلك بيقدم له بينعكس أو بيظهر في 3 أدوار أو 3 منافع. منفعة أولانية بسميها المنفعة الزمنية. يعني إيه المنفعة الزمنية؟ تخيل مثلا إحنا بناكل مثلا أسماك من السويد أو من النرويج، كويس، فانا مثلا عايز اكل سمك من النرويج، مثلا عايز اكل رنجه ولا وات ايفر يعني، فده معناها ان انا ان شاء الله يعني هحجز تذكره بقى واجيب الفيزا للنرويج واطلع اسافر واروح هناك
وادور على الناس اللي بيبيعوا الرنجة هناك واشتري رنجة، ولا مش مملحة احط علامات، يا شغلانة. لكن ايه اللي بيقوم بالتسويق؟ اللي هو الوظيفة بتاعت المنفعة الزمنية، ان هو بيجمع لك كل الحاجات اللي انت محتاجها كمستهلك وبيجمعها لك، وبتصبح تلاقيها موجودة في كارفور، تلاقيها موجودة في العسير، تلاقيها موجودة في باندا، تلاقيها موجودة في بن داوود او التميمي، هتلاقي موجودة هناك في اي وقت هتروح. يعني في محلات لهايبر شغاله 24 ساعه. يبقى المنفعه الزمنيه معناها ان التسويق كنشاط بيوفر المنتجات التي يريدها، التي يرغبها المشترك في اي وقت. يعني بتبقى متوفره ليه في الوقت المناسب لمين؟ للمشترك. يعني حضرتك تروح مثلا الصبح الساعه 7 الصبح للساعه 8 عشان تجيب خبز، هتلاقي موجود خبز في السوبر ماركت او في الهايبر ماركت. هتروح الظهر، هتروح الدور برضه هتلاقي خبز، هتجيب الخبز. هتروح العصر هتلاقي، وهكذا. في اي وقت هتروح هتلاقي السلع او الحاجه اللي انت عايزها موجوده، ودي اللي بنسميها المنفعه الزمنيه. اما المنفعه المكانيه فهي المقصود بها ايه؟ المقصود بالمنفعه المكانيه ان المنتج يتوفر لدى المستهلك في المكان المناسب ليه، يعني اقرب مكان للمستهلك. بدليل، والدليل انك هتلاقي العسير فاتح في كل حي من احياء الرياض، وكذلك باندا، وكذلك الكارفور. ده معناه ايه؟ معناه ان هو بيحاول يصل لايه، يعني اقرب نقطة او اقرب مكان للمستهلك، بحيث ما يتعبوش في ان هو ياخد وقت والكلام من دوت. ماشي الكلام؟ بالاضافة انك هتلاقي مثلا الخبز والدجاج واللحم موجود في كل الهايبر ماركت والسوبر ماركت. يعني التسويق بيوفره لك في كل، في اماكن كتير جدا، وكل فرع من فروع برضه متوفر عندك ايه المنتجات اللي انت عايزها. دي اسمها المنفعة المكانية. وبسألهم في الامتحان الزمنية والمكانية. المنفعة الحيازية معناها سيادتك لما تروح تشتري شوكولاتة او تشتري خشت السكر او الارز، بتدفع ثمنها، بتاخدها معاك وانت ماشي. يعني تنقل الحيازة لك بمجرد انك انت بتدفع ثمن السلعة، وده معناها المنفعة الحيازية. وبالتالي انك انت، يعني مثلا سي مثلا انا جبت مثلا علبة شوكولاتة مثلا، وبعدين دفعت ثمنها، ممكن اكل في اي مكان، خلاص بقت بتاعتك. ده مقصود بقى ايه؟ المقصود ان هي المنفعة الحيازية، اي تنتقل لك السلعة، تصبح ملكك، خلاص تتصرف فيها كيفما شئت. طيب الكلام ده جميل قوي. طب السؤال بقى، اذا التسويق ده نشاط حلو قوي زي الفل اهو، تمام، ولوز اللوز كويس، لكن السؤال هل لا توجد انتقادات لنشاط تسويقي؟ لا بالعكس، ده في العديد من الانتقادات، بس انا هاخدهم على قد عقلهم، وهسمع كل انتقاد، وهنحاول نرد على الانتقاد دوت منه بنفسه، يعني نفسه ذات نفسه زي ما بيقول. يعني اول حاجه قال لك ايه؟ الاعلان ده جزء من الترويج، اللي هو جزء من المزيج التسويقي، أصبح يشكل إزعاج، خداع، وتضليل للمستهلك المحتمل. صح؟ همشي معاك لحد الآخر، هقول الكلام ده صح. يعني الإعلانات بتقوم بها الشركات بتعمل تضليل وخداع للمستهلك، وبالذات المستهلك اللي هو إيه؟ لسه المحتمل، اللي هو إيه؟ ما بقاش لسه بيفكر، اللي هو بيفكر يجي لي. طيب، هفترض إن الكلام ده صح. استطعت أنت كشركة إنك تعمل إعلان تخدعني، تضحك عليا. هتضحك عليا مرة ولا كل مرة؟ يعني مرة واحدة ولا أكثر من مرة؟ السؤال بقى الإجابة، ها، مرة واحدة. خلاص خلاص، من السهل أن تخدع مرة، ولكن من الغباء أن تخدع أكثر من مرة. خلاص أوكي ماشي يا عم، خدعتني واشتريت حاجة ب 20 ريال، وطلعت بتقول لي ده الشامبو دوت بيخلي الشعر حرير وفلة ومش عارف إيه وأصفر وكلام من دوت. جابت الست الشامبو وحطه على شعرها، بقى شعرها سلك وبقى صعب وبقى فيها مشاكل والكلام من دوت. لا 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 لا، اوكي انت خدعتني مره. طب ايه بقى النتيجه انك هتخدعني؟ النتيجه بسم الله ما شاء الله، هفضحك في كل مكان. النيجاتيف وورد اوف ماوث، هسيح لك في كل مكان، هعمل لك مشاكل رب السبب. هبلغ صحابي وابلغ عيلتي وابلغ كل اللي اعرفهم ان ايه المنتج ده سيء و و و. يبقى تخيل انت بقى انك انت لو الشركه بتفكر بهذا المنطق انها تخدع الناس في الاعلانات، هتخسر قد ايه؟ تخسر كتير جدا. وعلى فكره لما عملوا بحث اكتشفوا حاجه غريبه جدا، اكتشفوا ان الكلمه السيئه بتنتشر اسرع من الكلمه الجايه، من الكلمه الحلوه. يعني لو في خبر وحش وخبر حلو، الخبر الوحش يوصل ل 25 واحد، والخبر الحلو يوصل ل 10 15 واحد بكتير. يعني
يعني احنا بسم الله ما شاء الله نحب دايما ايه الاذيه، ونحب نسمع الكلام اللي مش كويس. ده ابحاث، ده حاجات في التسويق. فبالتالي الرد موجود يا جماعه، الشركه اللي هتعمل كده هتخسر كتير جدا، مش هتخسر واحد اللي هو المستهلك دوت، او انا هتخسره فور ايفر. الراجل ده مثلا كان كل اسبوع هيشتري منها مثلا ب 200 300 ريال مثلا، مش هيشتري، هتخسر. ده اول واحد. الحاجه الثانيه هتخسر عيلته، زوجته واولاده، ماشي، وهتخسر اخواته واصحابه، لانه هيقول لهم بقى على المشاكل دي، وبالتالي لا ده مش منطق وكلام برضه مردود عليه. خلاص. وبعدين في حاجه يا معلم، الوقت في حاجه اسمها سكيب. لو في اعلان في التلفزيون انت بتغير القناه، اعلان على النت بتعمل له سكيب، يعني الموضوع ما عادش، يعني الكلام ده ما عادش موجود يعني. الانتقاد الثاني وهنرد عليه برضه من نفس الكلام، ان نوعيه المنتجات ليست امنه وليست بنوعيه مميزه في بعض الاحيان. يعني بتوع التسويق بيعملوا تسويق لمنتجات قد لا تكون جيده بنفس الدرجه، بنفس الدرجه اللي بيقول عليها، وقد تكون ضاره في بعض الاوقات. مين اللي قال كده؟ خلي واحد ياخد يشتري منتج من الماركه وبعدين يحصل له فيها مشاكل صحيه، هيترفع عليه قضيه حمايه المستهلك ويدفع غرامات وديون وشغلانه. مفيش شركه عاقله تعمل كده. تمام. مفيش، بس هو في بعض الاوقات بيبقى في نوع من انواع مش المبالغه، اللي هو التجميل. يعني يقول لك مثلا هذا الشامبو يجعل الشعر ينبت من جديد، ويجعل الشعر السلك يعتبره شعر حرير، ويجعل مش عارف ايه. لا ماشي، هو راجل بيتكلم يعني الى حد ما، وطبعا يجيب لك واحده في الاعلان شعرها حلو قوي مش عارف ايه، او واحد لا. فبالتالي ما فيش حد هيسوق، يعني شركه هتسوق لمنتج غير امن، خلاص، لانها ده تبقى قضيه قانونيه وفي مشاكل. خلاص. ممكن تبقى مش بنفس الجودة اللي بيقولوا عليها، لكن انت بتجرب وبتحكم في نفس الوقت على هذا المنتج. ثلاثة، يقول لك التسويق يحفز المستهلك على شراء منتجات ليس لها داعي من خلال العروض والتسهيلات. ده على اساس ان المستهلك اهبل، يعني تخيل المستهلك اهبل قاعد يقول لك ايه، الحق في عرض شوز مش عارف ايه، تبقى اجري هتشتري شوز. طب الحق تاني بعد يومين في عرض شوز في مكان تاني، اجري هات شوز. يا عم هو في، مفيش الكلام ده. المستهلك زي ما اتفقنا مفيش حد بيشتري حاجة إلا إذا كان هناك حاجة إليها أو حافز لشرائها. فرق بين حاجتين، إن هو يكون محتاجها أو هناك دافع لشرائها برضه. يعني مثلا الشوز الأديداس أبو 1000 ريال بقى ب 200 ريال، هتعمل إيه؟ حتى لو عندك شوز أديداس هتعمل إيه بالله عليك؟ هتشتريه مش هتشتريه؟ ها؟ هشتريه، ده كان ب 1000 بقى ب 200، ايه ده انا هشتريه. السلام عليكم، معلش بس هو تمام، هو كان بس في مشكلة بسيطة كده وخلاص اتحلت. تمام معايا كده، سامعني؟ تمام. فدلوقتي بنتكلم على ان احنا قلنا خلاص، ما هو المستهلك مش عبيط ولا اهبل، هيعمل ايه؟ يقول لك انا هشتري حاجه بدون ما انا محتاجها. لا، لا، اما يكون محتاجها خلاص، يا اما يكون هناك دافع للشراء كالسعر او الجوده او التميز او اي حاجه من الحاجات دي اللي تخليه يشتريها. طيب اربعه، ساعات يقول لك ايه بقى، ساعات يقول لك ده هنا المستهلك، المستهلك ساعات يقول لك ايه، في حاجات انا ممكن في حاجات المستهلك يقول لك ايه، انا ممكن مثلا والله ضحك عليا شكل السلعه بقى كويس والكلام من دوت، فانا ضحك عليا وجبتها عشان شكلها حلو. ما احنا قلنا يا جماعه، تاني السؤال المردود عليه، المستهلك يا اما يشتري السلعه على اساس ان السلعه دي
بتبيع له حاجه، او ان هي بتعمل له ايه؟ ان هي خلاص له دافع وراء ذلك. يعني مفيش حد يعني بالله عليك تروح تشتري مثلا خشه ارز عشان مش عارف الماركه بتاعتها والبراند بتاعها، عشان قال ايه الكيس بتاعها والعبايه بتاعها شكلها حلو. مفيش الكلام ده يا جماعه، مفيش الكلام ده. يعني الكلام ده مردود عليه زي ما احنا بنقول بشكل او باخر. خمسه، قد يشجع التسويق على استهلاك سلع ضاره للمجتمع والبيئه. يا سلام، يعني انا دلوقتي عندي عارف ان في نوع من انواع الزيوت مضر جدا بالصحه، بالله عليكم هروح هم انا مشتريه مثلا واقول لك والله لا ده ممتاز ومش عارف ايه والكلام من دوت ولا ايه؟ لا طبعا، مش هيحصل، مش هيحصل. اذا الحاجات دي كلها مردود عليها في هذا الامر. كده احنا غطينا النقاط الاساسيه في هذا الامر. اذا نخلص الى الاتي، في خلاصه عندنا مهمه جدا لازم نتكلم عليها. ايه هي الخلاصه؟ الخلاصه ان المفهوم الحديث للتسويق يركز على 3 امور مهمه. واحد، ان التسويق يسعى لاشباع حاجات ورغبات المستهلكين حال المرتقبين. تمام، يبقى اول وظيفه من وظائف التسويق هي اشباع حاجات ورغبات المستهلكين الحاليين والمرتقبين. 2، طب هيتم ازاي الاشباع بقى بتاع رغبات المستهلكين الحاليين والمرتقبين؟ يبقى اول خطوه عندي، بصوا انا احكي لكم الموضوع ببساطه عشان تبقى فاهم. التسويق معناها ايه؟ اول حاجه ان انا هحدد القطاعات السوقيه او نوعيه المستهلكين اللي هقدم لهم مزيج التسويق بتاعي، او هحدد نوعيه المستهلكين اللي هحاول اشبع رغباتهم. خد بالك، يعني انا ما ادخل السوق مش هاخد الناس كلها اللي في السوق، انا هحدد فئه معينه من المستهلكين خلاص، ولا بسميها القطاعات السوقيه المستهدفه. بعد كده بحدد احتياجات هؤلاء المستهلكين في هذه القطاعات. الخطوه الثالثه، ابدا اقدم لهم المزيج التسويقي اللي احنا قلنا المنتج والسعر والترويج والتوزيع المناسب لاشباع هذه الرغبات والحاجات. بعد كده هسعى الى بناء علاقه طويله الاجل مع هؤلاء، هذه العلاقه مبنيه على الثقه وتخلق ولاء لدى العملاء. واضح؟ مهم قوي مفهوم حديث التسويق. ممكن اسالك في الامتحان واقول لك اولى خطوات، اسمع مني، اولى خطوات النشاط التسويقي اختار تحديد القطاعات السوقية ولا تحديد رغبات القطاعات السوقية ولا تقديم مزيج التسويقي ولا خلق الولاء؟ ها، أول حاجة إيه؟ أيوة، تحديد القطاعات السوقية، تحديد نوعية المستهلكين اللي هتعامل معاهم، وده سؤال ممكن أجيبه في الامتحان. طيب تعالوا بقى ننتقل بقى للفصل الثاني او الوحده الثانيه اللي بتتكلم. تمام، الله ينور عليكم، لوز اللوز. تمام، تعالوا بقى الوحده الثانيه بتتكلم على البيئه التسويقيه. حد سالني يقول لي يعني ايه بيئه؟ البيئه التسويقيه انتوا خدتم في اداره الاعمال اعتقد، يعني خدتوا البيئه وتاثيرها على المنظمات او الشركات، صح ولا مش صح؟ خدتوها ولا ما خدتوهاش؟ يا شباب خدتوا البيئة قبل كده؟ أيوة خدتوه في الإدارة. جميل، طيب تمام. أنا أفكركم بسرعة، كان بيقولوا إيه في الموضوع ده؟ بيقول لك إن البيئة هي كل العناصر أو المتغيرات أو القوى التي تحيط بالمنظمة وتؤثر في أداء المنظمة، ودي لها عوامل داخلية وعوامل خارجية، ده اسمها البيئة. لكن أنا هنا في تركيزنا هيبقى على البيئة التسويقية، يعني إيه العناصر والعوامل اللي بتحيط بالشركة وتؤثر على النشاط التسويقي للشركة. يعني أنا هركز على البيئة ليه؟ التسويقية. طيب الوحدة دي بتتكلم على إيه؟ هنتناول فيها إيه؟ هنتناول فيها بعض النقاط الآتية. أولا هنعرف يعني إيه تعريف البيئة التسويقية، وبعدين 2 هنتكلم على متغيرات أو عوامل البيئة التسويقية، وهتنقسم لنوعين، عوامل بيئة خارجية جزئية وعوامل بيئة خارجية كلية، وفي عوامل داخلية، وهناخد كلهم بتفصيل إن شاء الله. نبدأ بالبداية الظريفة الحلوة بتاعتنا اللي بتقول إيه؟ بتقول لك ما هو التسويق، أو ما مزايا التسويق؟ أسألكم سؤال وتقولوا لي التسويق هو نشاط يتغير ولا جامد؟ يعني الأنشطة التسويقية أو الأفعال التسويقية للشركة تقوم بها إدارة التسويق تتغير. برافو عليكم. ليه تتغير؟ لأن البيئة اللي تحيط بالشركة تتغير. هدي لك مثال، هل الظروف في الوقت الاقتصادية اللي موجودة في المملكة
اليوم هذه الايام النهارده يعني بسبب كوفيد زي الظروف من قبل كوفيد، ظروف اقتصاديه؟ لا طبعا، في طبعا في مشاكل اقتصاديه، تمام، زي كورونا عملت مشاكل اقتصاديه كبيره جدا، تمام، وبالتالي لا. اذا هديك بقى مثال ايه اللي حصل عشان قسم التسويق او النشاط التسويقي تاثر بالمتغيرات دي. هديك مثال بسيط يعني. لما نزل اللي هو ضريبه القيمه المضافه اللي هي 15%، حصل ايه لاسعار السلع؟ المواد الغذائيه حصل لها ايه؟ ارتفعت ولا انخفضت؟ ارتفعت. طب بتوع التسويق يعملوا ايه بقى؟ طب ما الموضوع ده ارتفع ويتحمل على المستهلك. فبتوع التسويق هقول لك هديك مثال، كانوا مثلا الشركه بتاعت الزيت كانت تبيع اللتر مثلا ب 9 ريال. كويس؟ طب هو المستهلك متعود يشتري العبوه ب 9 ريال. فعشان ما يغيروش السعر لان التكلفه زادت عليهم، فيقول لك ايه؟ طب خلاص بقى خلوها 900 مللي. واخد بالك؟ يعني ناقصها كام؟ 100 مللي، وباعوها ب 9 ريال بنفس العبوه، بس هتلاقي الزيت جوه او العبوه السائل جوه الزيت هتلاقي منخفض مقاسه او حجمه انخفض. بس ليه؟ لان هو المستهلك تعود على هذا السعر. وبعدين انك انت لو جيت رفعت السعر من 9 ل 11 ممكن فئه تقول لك لا ما اقدرش اشتري. صح الكلام؟ واضحه؟ واضح تمام. طيب يبقى ده التسويق هو يعني، وطبعا ده حصل برضه في عبوات كتير زي الشوكولاته، صغروا حجمها شويه. المهم في الاخر وانا لازم احس المستهلك ان انا ما بستغلش في الظروف وبحاول بقدر الامكان اشوف ده الاسعار كلها زادت وهي، وانا برضه مخليني ابيع لك بهذا السعر، لكن هو في الحقيقه خفض لك السعر بتاعه نتيجه ان هو خفض الكميه. يبقى هنا التسويق اللي بقول لك في الامتحان صح ولا خطا؟ التسويق نشاط ديناميكي يؤثر ويتأثر بما يحيط بالشبهة من قسم التسويق المتغيرات وعوامل داخلية وخارجية، صح ولا مش صح؟ ليه بقى؟ لأن هذه العوامل قد تكون عوامل مفيدة إيجابية وقد تكون عوامل سلبية. يعني إيه عوامل إيجابية؟ عوامل إيجابية إنك أنت تحصل ظروف في البيئة أو في الدولة تشجع أو تزود الإقبال على المنتج بتاعك، زي ما حصل مثلا في المعقمات في اللي هو المطهرات والكمامات. الشركات والمصانع اللي بتنتج كمامات والكحوليات والكحول كسبت ولا ما كسبتش؟ كسبت. الله، يبقى هنا انك درست البيئه دهيت. ليه الشركات دايما بتدرس البيئه؟ لانها ممكن تستفيد منها. بالظبط، ممكن تستفيد منها وتعمل عمليات تبادل ناجحه مع عمال المستفيدين وهكذا. نقول ان النشاط التسويقي هو نشاط زي ما احنا قلنا ماله، نشاط ديناميكي متغير يتاثر بالتغيرات البيئيه، واحنا دورنا كتسويق ان احنا ندرس هذه العوامل ونشوف العوامل الايجابيه منها بسميها فرص تسويقيه استغلها، واشوف العوامل السلبيه اللي فيها احاول بقدر الامكان ايه اتجنبها. واضح يا شباب؟ زي الفل. تمام، لوز اللوز. اي نعم، هذا تمام، لوز اللوز. طيب تعالوا بقى نشوف بعض التعريفات اللي بتتكلم على التسويق او بعض النقاط بتتكلم على التسويق. كوتلر اللي احنا ده حبيبنا طبعا، وكوتلر ده يعني قلنا خلاص ده واحد من العيله خلاص، وكوتلر دوت يعني زي ما احنا قلنا التسويق قبل كوتلر كان حماده وبعد كوتلر حماده تاني خالص. بيقول لك ايه؟ بيقول لك مقوله حكمه، يعني الراجل ده كلامه يعني بيقول حكم، يا سلام حكم. بيقول لك النجاح المنظمه او الشركه يتوقف على مدى انسجام مزاجها التسويقي بما يتناسب مع التطورات المختلفه التي في بيئتها، مع خلق بيئه تسويقيه مشجعه وفعاله. افضل مثال اللي انا قلته، اللي انا قلته موضوع الزيت، ان هو ان انت يعني رب الاسره عامل ميزانيه معينه لمصاريف البيت، ولتكن مثلا 3000 ريال في الشهر مثلا، فهو متعود يجيب مثلا ازازتين او عبوتين من الزيت خلاص. فبالتالي لما تيجي ترفع سعره ده هيضطر ان هو يزود ايه؟ هيبقى عايز 3500، مش هينفع خلاص. فانت عملت ايه؟ قدرت تعدل في المنتج بتاعك في تصميمه، في صغرت الحجم شويه، بحيث انك انت ايه؟ عملت تأقلم للمزيج التسويقي بتاعك، سواء كان في المنتج وتصميمه، سواء في السعر، في بقى بعض الاوقات ادوا خصومات، وفي التوزيع وفي الترويج، الحاجات دي كلها ليه؟ عشان يتناسب مع التغيرات الموجوده في البيئه. ناخد مثال تاني، موضوع التوزيع. لما حصل في بدايه مشكله كورونا، ازمه كورونا يعني،
كان في ناس كلها خايفه تخرج، صح ولا مش صح؟ انا واحد من الناس قعدت شهر ما اخرجش من البيت، انا واولادي انا والاسره بتاعتي كلنا كنا خايفين، صح؟ كله قاعد في البيت وقاعد منتظر ويدعي ربنا، واللي كان عنده ذنوب قاعد يدعي ربنا، ربنا يتوب عليه، ما اعرفش بقى تاب ولا ما تابش، بس شكله ما تابش لان لسه كورونا موجوده. المهم، فايه اللي حصل؟ اللي حصل الاتي، اللي حصل ان الناس، تمام، انا ما قعدت ما قعدت اه ربنا يهدي يا رب، ربنا ييسر ان شاء الله. لما الناس قعدت بقى ايه في البيوت ديت، ظهرت بقى الابس بتاعت التطبيق، يعني يجيب لك الابس اللي كانت يجيب لك طلبات للبيت، اللي زي مرسول ونعناع وتعتاع والحاجات دي كلها، اللي هو التوصيل الدليفري، كويس. فبالتالي يعني هو ده نوع من انواع التطوير، انك ان الشركه او الموزعين اللي هو مثلا باندا وكارفور والحاجات دي كلها بداوا يفكروا في الحاجات دي كلها عشان ايه، يتكيفوا مع التغيرات اللي هي الموجوده. اذا بتوع التسويق يفكر دايما لو في عندك مشكله، بقول لك اكتر من كوفيد، يعني حاجه زي يعني اي كلام، يعني ده كمثال يعني بقى، كويس. فبالتالي الامور دي كلها بتبقى ايه، لا مش برنامج ولا حاجه، انا بهزر بس، كويس. فبالتالي الموضوع ده معناه ان احنا بتوع التسويق دايما يدرسوا البيئة ويشوفوا التغيرات الموجودة عندهم وما الى ذلك. طيب هنيجي بقى لبعض التعريفات. طبعا في مثال تاني انا ممكن اقول لكم، يعني برضو على لو فيكم حد سافر بره دولة أوروبية، يعني هل هناك فرق بين برجر كينج بره او ماكدونالدز بره او ماكدونالدز في السعودية، في مثلا امريكا او انجلترا او اوروبا؟ تمام، استاذنكم بس اللي فاتح المايك الكريمه يقفله. اوكي تمام. فاحنا بنتكلم دلوقتي على ايه، فكره ببساطه ان لا، لو انت سافرت بره مثلا دوله زي انجلترا ولا هتلاقي نفس المحل بتاع ماكدونالدز، هو شكله نفس التصميم ونفس الكراسي ونفس الحاجه، لكن في نقطه مختلفه، حاجه مخيفه، هناك الدجاج مش حلال، لكن الدجاج في السعوديه حلال. ليه؟ عشان يتاقلم مع ظروف البيئه. اذا هنا لابد ان يكون البيئه التسويقيه هنا او رجال التسويق بيدرسوا او بيفهموا الثقافه والعادات و و و و واضحه؟ واضح يا شباب؟ اوكي تمام. طب تعالوا بقى نشوف بقى تعريف البيئه التسويقيه. اول حاجه او التعريف اللي انتم سمعتوه كتير قوي، يعني هي جميع العوامل والمتغيرات او القوى او العناصر المؤثره في نشاط الشركه التسويقي طبعا، وفعاليتها خلال فتره زمنيه معينه، سواء كان التاثير ده مباشر او غير مباشر، كويس، سواء كان تاثير مباشر او غير مباشر، وهناخدها بالتفصيل بعد كده، ما تستعجلوش يعني، ان شاء الله الامور هتمشي كويس. طيب ايه هي صفات وخصائص البيئه التسويقيه؟ ماشي، هسالكم سؤال، هل عناصر البيئه بتاثر على شركات وشركات لا، ولا بتاثر على كل الشركات؟ يعني كوفيد ده اثر على شركات وشركات لا، ولا اثر على كل الشركات؟ على الكل، صح، اثر على الكل، ماشي الكلام. بس في شركات قدرت تستفاد او يعني تتغلب على هذه المشكله، وفي شركات لا. يعني مثلا في محلات الملابس من اكثر القطاعات اللي اتاثرت، لان طبعا المبيعات بتبقى ازاي، تمام، انا بتكلم حتى على، اللهم صل على محمد، على في الازمه دي في السعوديه مثلا، في محلات مثلا، يا جماعه بس المايك لو سمحت، الاخ بس المايك بيفتح معاك لو سمحت، شيله اصلا من الجهاز، لان واضح ان عندك مشكله فيه. طيب بنتكلم، بالظبط، ماشي، في فطور فاز كويس، عمل دليفري وكلام من دوت، وستيك هاوس دلوقتي عامل دليفري لحد البيت، هانجر ستيشن شغال. انا قصدي اقول لك دلوقتي ان في بعض الشركات او بعض المؤسسات استفادت، مش استفادت، هي تغلبت على هذه الظروف خلاص وحققت ارباح. هديك مثال، نيكست مثلا كان عامل خطه ان هو هيزود مبيعاته من عن طريق الاونلاين ب 20% خلال 3 سنين اللي جايين. في الفتره بتاعت كوفيد بقى لنا سنه وشويه، هو سنه ونص، زود مبيعاته ب 50% وحقق ارباح كتير ما كانش بيحقق في الستور العاديه.
ليه بقى؟ لو فيكم حد مثلا كان سافر انجلترا، هيلاقي مثلا ديبنهامز في انجلترا منتجاته غير ديبنهامز الموجوده في السعوديه، تصميم طبعا بيجي في السعوديه شويه عشان اللبس ما بودي ها ما بودي هاي قضية أنا عندك اليوم يا هلا ما قلت لكم مين اللي قال لكم هاي بدلنا قال هاي هاي أخ علي، أخ علي اقفل لو سمحت المايك. يلا يلا شيله خالص من ودينا الجهاز يا عم. لا إله. يلا يلا ودينا انت يا ايمن وانا ما اوديكم يا جماعة لو سمحتوا، بس اللي مش عارف يشغل المايك يشيله خالص، لو عنده مشكلة مش عارف يشغلها أو في مشكلة في المايك يقفله. الله يكرمكم، احنا كده هنعرف كل أسرار الأسرة يعني من الحاجات دي كده، ما ينفعش. لو سمحتوا كل واحد بس اوكي الغيها يعني. تمام خلاص كويس صح، انا ما احبش الغي حاجه، بس عامه now I can do it. هو هتلاقي معلق عنده، هو مش واخد باله اكيد، هو في مشكله عنده اكيد. بنت سامعني كده؟ سامعني يا شباب؟ تمام خلاص يعني انا كده قفلت خلاص. تمام تمام خلاص تمام كده يا شباب كده خلاص تمام. طب تعالوا بقى نشوف، اللهم صل على محمد، احنا كنا واقفين فين؟ والله نسيت، حد يفكرني؟ حد يفكرني؟ اوكي نسينا والله، صح عندك حق. ايوه احنا بنتكلم في ديبنهامز. اوكي، فهناك الملابس والتصميمات بالذات النساء يعني مختلفه شويه عن في انجلترا، بتبقى يعني اي ثينك الجوده احسن والتصميمات احسن واللبس هناك احسن، سواء كان هنا يعني عشان والاسعار اقل. تمام، فالفكره هناك انك انت دلوقتي لو تشتري اونلاين ممكن تطلع تشتري طلبات حاجات من ديبنهامز اللي في انجلترا اللي هو الاصل، فاهم قصدي؟ وهتجي لك بتشحن وما الى ذلك. ماشي، ما هي الملابس الصدارات اللي هي ملابس انك تروح تشتري من محلات قفلت خلاص، وكان في تباعد اجتماعي وكل قفل والكلام من دوت. لكن هم البديل لهم ان هم بداوا يوزعوا اونلاين خلاص، الحاجه بيجي لك لحد البيت وكلام من ده وخلاص. فده طريقه من طرق التوزيع، ده برضو فكر تسويقي خلى المشكله دي اتحلت، ان هي انك انت ما تروحش محل زي الوقت مثلا ستيك هاوس والمحلات الكبيره دي كلها عامله عروض 50% خصم لو سيادتك طلبت دلوقتي، لانه محدش بيروح. ما هو هانجر ستيشن، ما انا عارف، ما هو المشكله هنا دلوقتي ستيل المشكله كلها الوقت دي، حتى لما كانوا عاملين مرسول ونعناع وكده من دوت كان التوصيل الدليفري، لان الثقافه دي لسه مش موجوده، بتاخد وقت. طيب الحاجه الثانيه، هل العوامل البيئه دي هتاثر على اهداف الشركه؟ يعني كوفيد ده لما حصل هل اثر على اهداف الشركه؟ يعني شركه تحط مثلا هدف انها تحقق ارباح 40%، في شركات قال لك يا ربنا يستر وما نفلس وما نخرجش من السوق، يعني اكيد الاهداف اتغيرت. تمام، بس في بقى اهداف، في شركات قدرت تتاقلم، وفي شركات يعني قدرت تتحمل الصدمه وتتعامل معاها، وفي شركات ما قدرتش. يعني بيبسي وكوكولا ما تاثروش قوي، ملابس بس يعني قدروا يتغلبوا عليها، لكن في محلات كتير جدا وشركات قفلت. تمام ماشي. طب السؤال بقى، هو ليه شركات تغلبت على مشكلة كوفيد وحققت أرباح، وفي شركات لم تستطع أن تفعل هذا الأمر وخسرت وممكن تكون فلست وعليها مشاكل؟ لا كل ده بيرجع ليه بقى؟ بيرجع إلى قدرة المنظمة على التكيف مع متغيرات البيئة المختلفة. يعني عندي امكانيات ماليه وبشريه، عندي ناس بتفكر، عندي ناس حط اهداف، عندي ناس حط خط بديله خلاص. يعني الوقت الشركات الكبيره بيبقى عندها بلان A وبلان B، يعني خطه بديله وبتفكر لخمس سنين قدام. تمام تمام اربعه، كل الشركات بتاثر، ولكن درجه تاثير الشركه بتختلف من شركه لشركه، سواء مثلا على اساس ظروفها والحاجات دي.
ماشي الكلام؟ عشان تستطيع انك انت تتأقلم مع البيئة لابد يكون عندك خطط تسويقية حاططها عشان تستغل الفرص اللي ممكن تحدث. يعني انا مش عايز اقول لك ان في شركات عامله حسابها ان ممكن يحصل وباء في اي وقت، فلما يحصل وباء، طبعا ما بقولش كورونا يعني، ولكن كان هم عندهم استعداد لما يحصل مشاكل زي مثلا حرب او حاجه غير متوقعه، او مثلا زلزال او مثلا او وباء خلاص، فالشركات بتحط خطه تسويقيه بديله زي ما قلت لك، تحولوا من البيع من الفيزيكال ستور المتاجر العاديه التقليديه الى البيع اونلاين، وده شغال الله ينور دلوقتي. يعني مثلا احنا، انا واحد من الناس ما كنتش بحب اشتري اونلاين، وزوجتي كانت تحب تنزل محلات، تحب تتفرج وتلف وتشوف والكلام من دوت، منها فسحه ومنها بتشتري الحاجات يعني. لكن احنا كلنا تغير تفكيرنا وبنشتري معظم حاجاتنا دلوقتي اونلاين، لان احنا بنشتري حاجات الاصلي اللي هي اتغيرت تبقى ارخص من المحلات في المحلات العاديه. طيب احنا دلوقتي محتاجين بقى نفهم ايه هي عوامل البيئه ديت اللي احنا المفروض ندرسها، اللي المفروض نستعد ليها. وخد بالك انا لما بدرس عوامل البيئه الخارجيه بالذات، ما يهمنيش البيئه الداخليه عشان تحصل الارضي. طب بالظبط يعني كل يعني، لا والله ليا اصحاب برضه يحبوا الشوبينج يا رجال، يعني مش شرط، مش قضيه يعني، دي بتبقى يعني هوايه او مزاج او غيه يعني. طيب تعالوا بقى نشوف عناصر البيئه. عناصر البيئه تنقسم لنوعين، عناصر بيئة داخلية وعناصر بيئة خارجية. إيه هي عناصر بيئة، عوامل البيئة الداخلية؟ عوامل من داخل الشركة زي الموظفين، زي الإدارة، زي الملاك، خلاص؟ هل إحنا في حاجة إن إحنا ندرس عوامل البيئة الداخلية؟ سؤال، ولا مش محتاجين؟ سؤال، هل من مجيب؟ سؤالي بقول مهم او ضروري ندرس ايه، العناصر البيئه الداخليه ولا عناصر البيئه الخارجيه، مين الاهم؟ الخارجيه. تمام. لا اختار الخارجيه. تمام، الخارجيه ولا الداخليه؟ انا ما قلتش نهملها، بقول لك مين الاكثر اهميه، نبدا بمين؟ ماشي والله هناخدهم كلهم، بس الخارجية ولا الداخلية نختار. طيب هي الخارجية ليه؟ لأن عوامل البيئة الداخلية دي تحت سيطرتي، يعني الموظفين تحت سيطرتي، الموظف اللي مش هيشتغل اللي هيتقاعس اللي 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 ما بشرحه. العوامل البيئة الداخلية هي عناصر داخل الشركة خلاص، تحت سيطرة الشركة. يعني موظف بيجي متأخر أنا هخصم منه، هجازيه، هفصله، ماشي خلاص. عندي مثلا الاداره، العمال عندي فيهم مشاكل، لا ادربهم، اعمل لهم كذا كذا، في مشاكل امشيهم. اذا عوامل البيئه الداخليه حاجه في بيتك، حاجه جوه بيتك، جوه شركتك، اذا انت تستطيع ان تتخذ القرارات، انت مسيطر عليهم، تحت سيطرتك، مش الموظفين والعمال مش تحت سيطرتك في الشركه، ولا مش تحت سيطرتك؟ انا بسال بس سؤال، مين اللي تحت سيطرتك؟ ها؟ البيئة الداخلية، عناصر البيئة الداخلية ولا الخارجية؟ البيئة الداخلية، الحاجة تحت سيطرتك مش محتاج انك تدرسها. تحت سيطرتك، يا إله إلا الله، أنت أنا يعني تحت سيطرتك هدرسها ليه؟ أدرسها دي يعني حاجة مش تحت سيطرتي، فمش فاهمها، عايز أجمع معلومات عنها. لكن البيئة الداخلية تحت سيطرتي، أنا هقعد دماغي ليه؟ هقعد أدرس وأقول لك والله، طب أنا عندي العناصر، أنا أي حد يعمل يقصر، أو أي حد ما يأديش كويس، أو حد خلاص تحت سيطرتي، أحصل رأي، مكافآت وحوافز. تعال نشوف بقى بعوامل البيئة الداخلية تتميز بأن هي عوامل بتؤثر على أداء المنظمة، ولكنها عوامل تحت سيطرة، يمكن السيطرة والتحكم عليها والتحكم فيها. خلاص يبقى هنا ما فيش منها مشكلة، مش محتاج بقى أقعد بقى أصل خد بالك إن دراسة البيئة دي معناها مجهود وأبحاث، وبنزل ناس يسألهم ويجمعهم من حال البيانات، بتاخد تكلفة وقت، فأنا هضيع وقت في عوامل البيئة الداخلية وهي تحت سيطرتي. تمام كويس. أما عوامل البيئة الخارجية خلاص، هي العوامل تؤثر على المنظمة على أدائها من الخارج، ولا يمكن السيطرة أو التحكم فيها، وهنا لابد إن أنا أدرسها. الحاجة اللي معرفش عنها وما أقدرش أسيطر عليها، لازم أدرس الحاجة دي كويسة ولا وحشة، مش عارفها، مش عارف هي كويسة ولا مش كويسة. لكن العوامل الداخلية تحتي، أي حاجة أنت مش كويسة باخد قرار. طيب عوامل البيئة الخارجية بتنقسم إلى نوعين، عوامل بيئة خارجية جزئية وعوامل بيئة خارجية كلية.
تمام. ايه الفرق بين عوامل البيئه الخارجيه الجزئيه والخارجيه الكليه؟ عوامل البيئه الخارجيه الجزئيه بيكون تاثيرها على الاداء التسويقي للشركه تاثير مباشر، اما عوامل البيئه الخارجيه الكليه بيكون تاثيرها على الاداء التسويقي للشركه تاثير غير مباشر، بتيجي في الامتحان يقول لك عوامل البيئه التي تؤثر على اداء الشركه التسويقي بشكل مباشر هي عوامل البيئه الخارجيه داخليه، سوري، عوامل البيئه الداخليه، عوامل البيئه الخارجيه جزئيه، عوامل البيئه الخارجيه كليه، عوامل مهلبيه. هتقول لي ايه؟ عوامل، ايوه، الجزئيه الخارجيه بتاثر بشكل مباشر. قلنا السؤال اهو، قلت عوامل البيئه التي تؤثر بشكل مباشر على الاداء التسويقي هي عوامل البيئه الخارجيه جزئيه ولا كليه ولا داخليه ولا مهلبيه. هتقولوا ايه؟ جزئيه خارجيه، تمام. طب عوامل بقى زي ايه بقى؟ زي الموردين، الاداره في الشركه، زي الوسطاء اللي هم تجار الجمله وتجار التجزئه، المنافسون، العملاء، والجمهور، تمام. طب ايه عوامل بقى الخارجيه الكليه اللي بتاثيرها بيكون تاثير غير مباشر على اداء التسويق للشركه؟ بتشمل بقى العوامل الاقتصاديه زي الدخل والقوه الشرائيه والظروف الاقتصاديه، رواج وكساد للدوله، العوامل الديموغرافيه اللي خصائص السكان، نسبه النساء للرجال، نسبه الاطفال للمراهقين للكبار السن وهكذا، والدخول ونسب الدخول، توزيع الدخول، الحاجات دي كلها. عوامل طبيعية زي المواد الخام والمتوفرة، عوامل تكنولوجية، وعوامل سياسية زي القوانين والتشريعات والنظام الحكم في الدولة. ده بيأثر تأثير غير مباشر على أداء التسويق للشركة. هنبدأ بأول حاجة، عوامل البيئة الخارجية الجزئية. هنبدأ نتكلم فيها في العناصر اللي بناخدها بشيء من التفصيل زي ما احنا دلوقتي. نبدأ بأول حاجة عندنا اللي هي إيه؟ الشركة. والمقصود بالشركه هنا الاداره بتاعه الشركه. خد بالك دي حاجه مهمه قوي قوي قوي. فكر الشركه جاي، قول صح ولا غلط، فكر الشركه ينبع من فكر المدير او الاداره بتاعتها او المدير التنفيذي بتاعها، صح ولا غلط؟ بالظبط، مفيش فيها خلاف. الرئيس هو اللي يقول كل حاجه في الشركه، هو اللي يمشي كل حاجه، يعني الاستراتيجيه العامه للشركه او الاداره العليا لو تحط اهداف لابد ان اداره التسويق تسعى لتحقيق هذه الاهداف، والا هيغير اداره التسويق يجيب ناس تانيه مكانها. بالظبط كده، تمام كده. فبالتالي لابد ان توجد علاقه مباشره، عشان كده دايما الاداره العليا بتكون علاقتها مباشره بكل الادارات الرئيسيه في الشركه زي التسويق والانتاج والماليه والموارد البشريه. فبالتالي لازم تكون العلاقه قويه ما بين قسم التسويق او اداره التسويق وما بين ايه الشركه، وتكون اهداف اداره التسويق او قسم التسويق متشابهه مع الاهداف بتاعه الشركه، والاستراتيجيات بتاعه اداره التسويق تتماشى مع استراتيجيات او خطط الشركه. الحاجه الثانيه، طبعا اداره التسويق مش شغال وحدها في الشركه، مش شغال وحدها، شغال معاها ادارات ثانيه في الشركه زي اداره الانتاج و فلابد ان هم يتعاونوا مع بعض بشكل ايه، بشكل جيد. اثنين، الموردون. من هم الموردون؟ الموردون من يمد الشركه بما تحتاجه من مواد خام او الات او عماله وساعات بعض الاموال، يعني مورد بيديهم فلوس، مقرضون يعني، خلاص. فهل المورد ده مهم بالنسبه للشركه؟ بالطبع، خلاص، لانه بيوفر له احتياجاته. فتخيل بقى لو المورد ده بيورد ليا والمنافسين بتوعي، لو المورد ده علاقته بيا مش كويسه او علاقته بالناس المنافسين بتوعه احسن مني، فهيديهم قبلي الحاجات وممكن يديهم خصومات او تسهيلات وما الى ذلك، فده هياثر على السعر عندهم، يخفض سعرهم ويرفع السعر عندي. فبالتالي لابد ان يكون العلاقه ما بين الشركه وبين الموردين علاقه قويه جدا ممتده طويله الاجل، مبنيه على العلاقات الشخصيه والثقه. ويفضل أن تتعامل الشركة مع أفضل الموردين ويكون عددهم محدود، يعني 3 4 بكتير وما تكترش يعني، عشان تقدر تعمل معاهم علاقات شخصية. طب أنا عايز أفاضل أختار بقى، عايز أختار كل سنة أفضل 4 موردين موجودين في السوق، في الصناعة اللي شغال فيها أو في العمل اللي شغال فيه. بنعمل إيه؟ في عندي 4 معايير بناءً عليهم بحط درجات لكل مورد وبختار أعلى درجات. هي الجوده، اللي جايب بجوده اعلى بدو درجه اعلى، اللي سعره اقل بدو درجه اعلى، اللي بيقدم خدمات زي النقل والصيانه والتامين بدو درجه اعلى.
والتسليم، مواعيد التسليم دي مهمة جدا. يبقى أنا في الحالة ديت بجمع درجات وأقول والله أنا عندي رتبت ال 20 مورد دوت إلى 1 2 3 4 حسب درجات كل واحد فيهم، الأعلى في الأقل في الأقل، وبختار 3 أو 4 الأولانيين اللي هم أفضل ناس واللي لازم أعمل معاهم علاقات شخصية. طب لو السؤال بقى، لو أنا في مشكلة بيني وبين المورد، يعني هو أخر لي في تأخير في مواعيد التسليم، فهتحمل غرامات التسليم للمستهلكين، ويبقى في عندي مشكلة كبيرة جدا. فلذلك ينصح بأن تكون العلاقات طويلة الأجل بين الموردين وبين الشركة. ثلاثة، الوسطاء. الوسطاء دولت هم شركات مستقلة مسؤولين عن توزيع وترويج السلع اللي بنسموه تجار الجملة وتجار التجزئة. يعني مثلا كارفور وباندا، هل هم تجار وسطاء ولا مش وسطاء؟ وسطاء، تجار تجزئة، بيجيبوا البضاعة من منتجين. يعني كارفور ده يروح يجيب الخيار من مزارع ويجيب من الدول المنتجات بتاعتها ومن الشركات المنتجات بتاعتها، وبعدين يحطها كلها في مكان واحد، يجي المستهلك يشتريها ويروح. يبقى هنا الكارفور المتجر التجزئة دوت عبارة عن وسيط بتوفر كل السلع والخدمات في مكان واحد. طب الاجهزه الكهربائيه برضو وسيط اكسترا، بيجمع كل الثلاجات والغسالات من شركات مختلفه يحطها كلها في مكان واحد، وتروح حضرتك اختار بقى الاجهزه الكهربائيه او الاجهزه المنزليه اللي انت عايزها. ماشي الكلام؟ دي تجار الجمله وتجار التجزئه. في بقى شركات توزيع المادي اللي هي مسؤوليه اصلا انها تنقل لك الحاجات بتاعتك البضاعه. ده وسيط، لانك يعني انت بتتفق مثلا المنتج يقول لك والله انت هتتفق انت مع حد يوصل لك البضاعه لحد عندك، فبيقوم بدور وسيط في النقل المادي. في وكالات بتقدم خدمات تسويقية زي شركات الإعلان والدعاية، بتقدم خدمات الإعلانات والدعاية للشركات بتاعتنا بشكل سريع. أربعة بقى اللي هم المستهلكون والعملاء. المستهلك ده أهم حد في الشركة، هو اللي بيحدد الشركة تنجح ولا ما تنجحش. ليه؟ لأن هو اللي بيشتري المنتج بتاعه، وبالتالي كل الفكر بتاع التسويق قايم على إشباع رغبات واحتياجات مين؟ المستهلك ولا المورد؟ ها، المستهلك. بالظبط كده. فعندي نوعين من المستهلكين، في مستهلك حالي وفي مستهلك محتمل. المستهلك الحالي هو اللي بيستهلك المنتج بتاعي اللي بيشتري مني الوقت، المستهلك المحتمل اللي بيفكر يتحول من منافس ويشتري المنتج بتاعي. نجاح او فشل الشركه متوقف على ارضاء العملاء والمستهلكون. تمام، هسألك في الامتحان اقول لك مجموعه من افراد الشركات الحاليين المحتملين يقومون بشراء السلع والخدمات لاستخدامهم الشخصي او الاستهلاك النهائي. من دول؟ الوسطاء ولا العملاء ولا الموردون ولا المنافسون؟ هتقول لي مين؟ العملاء. نيجي رقم خمسة، المنافسون. من هو المنافس؟ المنافس هو شركة تنتج نفس المنتج اللي انت بتنتجه شركتك، زي مثلا هيونداي وتويوتا، او شركة تنتج منتج يحل يصلح ان يحل بديل المنتج بتاعك، زي مثلا ما الموبايل اصبح بديل للكاميرا، صح ولا مش صح؟ الجوال اصبح بديل للكاميرا، صح ولا مش صح؟ صح. احنا زمان كنا نطلع رحله ولا حاجه ولا نسافر دوله يقول لك هات معاك يا عم الكاميرا ونشتري كاميرا وكاميرا فيديو وكاميرا تصوير، دلوقتي لا، انت معاك الموبايل الجديد في كاميرا بتاعت موبايل بتاعت كاميرات، وفي عنده ساعه تخزين عاليه، وبعدين كله مربوط على الانترنت، اعمل على الكلاود ويرمي او اعمل على الجوجل درايف فورم الحاجه بتاعتك، وبالتالي هو وفر مكان ساعه، ما عادش بشتري ساعه معايا، ما انا عامل موبايل اعرف الساعه، بعرف منه كمان زي ما قلنا يوفر لي اشيل اللابتوب وانا ماشي، بفتح اليمين من خلال الموبايل بتاعي. اذا ده كلهم اصبح نوع من انواع المنافسه بالنسبه لشركات كتير. انا بقى عشان انجح لازم اعرف المنافس دوت بينتج ايه واستراتيجياته ايه في الشغل وما الى ذلك، واتعرف على استراتيجياته من ناحيه الجوده. تمام، وكده هنقف يعني عند الجمهور، وكده يبقى خلاص النهارده ان شاء الله. اي سؤال؟ تمام، أشوفكم إن شاء الله غدا بإذن الله، الأسبوع القادم إن شاء الله، المحاضرة القادمة. برعاية الله، السلام عليكم. السلام.